البواسل وأهالي كردستان وتضحياتهم في خضم ثورة أيلول المجيدة التي تسطرت فيها كبرى الملاحم وكبرى المنجزات التاريخية. وقد برهنت الاتفاقية على الرسالة الواضحة التي يجسدها شعب كردستان والتي تظهر إيمانه الدائم بالمفاوضات وبالحوار وبحل الخلافات سلما. واليوم وفي الوقت الذي نستذكر فيه هذه المناسبة، فإن ثمة من يريد إنكار حقوق شعب كردستان وحقوقه الدستورية كاملة، بيد أننا لن نتنازل عنها بأي شكل من الأشكال، ونحن مستعدون دائما لعقد حوار شامل وفقا للدستور لحل المشاكل العالقة كافة. مشاهدينا الكرام، في هذه الذكرى مع المواكبة لاستذكار واليوم التاريخي للحادي عشر من آذار، والذي كان تسطيرا لأبرز الاتفاقيات التي كانت اللبنة الأولى للكيان الكردستاني بشكل رسمي وعلني وظهر إلى العالم أجمع وإقليميا وفي كل المنطقة. الكردستانيون في أربيل عاصمة إقليم كردستان يستذكرون هذا اليوم بسلسلة من الاحتفالات، كما يظهر عندكم في الشاشة الآن نقلا حيا من أرض قلعة أربيل، وهناك الاحتفالات الكردستانية التي بدأت فعليا على قدم وساق، ومشاركات للآلاف من الكردستانيين ومن خارج إقليم كردستان ومن خارج العراق ومن المدن العراقية في الوسط والجنوب، إذ يحضرون لمشاركة الكردستانيين هذه الابتهاجات والاحتفال بيوم الحادي عشر من آذار، والذي كان أيضا يصادف يوم انتفاضة الكردستانيين في التسعينيات. مشاهدينا الكرام، يسرنا أن يكون معنا في الاستوديو الآن الأستاذ دجوار فائق، المستشار الأقدم لرئاسة إقليم كردستان. أهلا وسهلا بك سيد دجوار، تحية طيبة لك. يسرنا أن تكون معنا مرة أخرى. بداية، ماذا يعني لك الحادي عشر من آذار بين ماضيه التليد وحاضره الجديد الوليد؟ الحادي عشر من آذار مكسب تاريخي لكل العراق، لكل مكونات العراق، وللحكومة العراقية ولشعب كردستان وللبارتي والزعيم البارزاني. نحن بينا حسن النية في التفاوض مع كل الحكومات العراقية المتعاقبة على دفة الحكم في بغداد، وكنا نطالب بأبسط الحقوق، وحقوقنا شرعية، حقوقنا دستورية. نحن لسنا عربا ولا تركا ولا فارسا. الشعب الكردي له مواصفات قومية تاريخية يميزه عن باقي الشعوب المنطقة، والشعب الكردي سكن في هذا الوطن منذ آلاف السنين بالجوار مع التركي والفرسي والعرب، ولنا حقوق قومية بسيطة. فعندما فشلت الحكومات العراقية من الحكومة الملكية والحكومات المتعاقبة في العراق في حل المشكلة الكردية، فبادرت الحكومة العراقية عام 70 لأجل التفاوض لإنهاء المشاكل بين كردستان والعراق. فرحب القيادة الكردية وخاصة الزعيم البارزاني كحسنية في فتح صفحة جديدة لكي يعم السلام والمئام كل أراضي العراق، وإيقاف سفك الدماء وقتل الأبرياء وإلى آخره، وإنهاء المأساة. فهذه الاتفاقية مكسب تاريخي عظيم لكل الأطراف، وكان عاملا للسلام والمئام في كل المنطقة. يعني بعد 52 عاما على هذه الاتفاقية التاريخية، هل لا زالت حقوق الكرد في العراق منقوصة؟ وكل المكونات في العراق لا بل وحتى المواطن العراقي الذي يفترض أن يكون في
بحبوحة من العيش. أيهم أدق تعبيرا أم أنها اكتملت ونحن في صدد الحقوق الإضافية؟ كما قلت حقوق الشعب الكردي حقوق قانونية بسيطة تتمثل في الديمقراطية للعراق وكردستان، تتمثل في الإدارة الذاتية والحقوق المدنية والسياسية لأي مواطن في كل أرجاء العالم. لكن نرى أن هذه الحقوق مدونة في الدستور العراقي الجديد بعد 2003، لكن هذه الحقوق لم تطبق ولم يطبق الدستور، ولهذا أنا أقول هذه الحقوق مسلوبة إلى حد ما أو بالأصح منقوصة. هنالك أكثر من 55 مادة في الدستور العراقي الحديث، دستور عام 2005 الذي صوت عليه أكثر من 80% من العراقيين، لكن مع الأسف الحكومات العراقية بعد 2003 تعمل بالكيل بالمكيالين وتخطو خطوات انتقائية في اختيار المواد الدستورية. المواد الدستورية التي هي من صالح الحكومة الاتحادية فهي تطبقها، والمواد الخاصة بحقوق كردستان فهي تجمدها أو تمنع تطبيقها. ولهذا أنا أقول هذه الحقوق بسيطة، هذه الحقوق تتلائم مع الإعلان العالمي لحقوق الإنسان، تتلائم مع حقوق المواطنة في كل البلدان العالم، وليست سقف مطالبنا كثيرة أو تعجيزية، ولهذا أنا أقول إنها منقوصة. لماذا أشعر أنكم في كردستان حين تصيغون القرارات تعطون لكل مكون حقه؟ الكوتا للأرمن، تطالبون بالحقوق لليزيديين، للآشوريين، الكلدو، يعني كل الأطياف الأصيلة العريقة تطالبون بحقوقهم، ولماذا تظهر القرارات في بغداد على العكس من ذلك وربما يعني ينظر إليها بأنها مجحفة بحق مكونات؟ مع الأسف القرارات في بغداد هي قرارات لصالح طبقات معينة أو كتل معينة أو قومية أو مذهب معين. شعور بالمركزية ألا تشعر فيه؟ نعم، هنالك شعور بالمركزية، لأن العراق لا يعترف بالديمقراطية، عفوا أغلبية الساس العراقيين لا يعترفون بالديمقراطية ولا بالفيدرالية ولا ببنود الدستور و حقوق المكونات العراقية كما هي. لماذا؟ أولا النظام الفيدرالي نظام إداري سياسي اقتصادي للدول التي تحتوي على أكثر من قومية أو مذهب أو ثقافة أو حضارة، فهذا النظام يوالم الوضع العراقي المكونات العراقية، لكن فيها سلبيات كثيرة في الحكم في العراق. أولا لأنه ليست هنالك مجلس اتحادي أو مجلس أقاليم لكي يمنع القرارات التعسفية التي تصدر من البرلمان بالأغلبية وهي بالضبط من مصالح الشعب الكردي أو الأرمني أو التركماني أو اليزيدي وإلى آخره. ثانيا لأنه مع الأسف بغداد لحد الآن يعملون بدكتاتورية الأغلبية. نحن قبل 2003 كنا نعاني من حكومات دكتاتورية أحادية، حكومة عسكرية، حكومة مركزية، لكن بعد 2003 صحيح هنالك دستور، هنالك اسم للعراق أو صفة للعراق الآن إنها دولة اتحادية فيدرالية تعددية ديمقراطية، لكن في التطبيق إنها تمارس دكتاتورية الأغلبية. فلذلك المكون الأرمني، المكون اليزيدي أو المكون الصابي، المكون التركماني يخافون على مصالحهم وحقوقهم من هذه الدكتاتورية المركزية البغيضة. هي لا تفرق كثيرا عن الدكتاتورية العامة التي حكمت العراق على طول هذه السنين. أستاذ دجوار، يعني معنا بالمواكبة مع هذا الحوار الذي نجريه معكم في الاستوديو، مناسبات كردستانية الآن تمجد للحوار، للتعايش، للانفتاح على الآخر. القضية الكردية مع هذا يعني يطرح السؤال، هل باتت تشكل قلقا يعني تؤرق الناس، أم أنها فعلا في المنطقة باتت مركز وامتحان ناجح واختبار نجح فيه الكرد في تحقيق الاستقرار، في تحقيق
يعني الملاذ الآمن للجميع لاجئين كانوا من الجنوب العراقي والوسط ونازحين أيضا من الداخل لاجئين من الخارج. أمام هذه التطورات كيف تنظر إلى الواقع الكردستاني الحالي والكيان لإقليم كردستان؟ قبل كل شيء نحن لسنا جزء من المشكلة في المنطقة، وإنما نحن جزء من الحل. مهم. نحن مع التعايش السلمي الأخوي التعددي في العراق، نحن نعترف بحقوق كافة مكونات الشعب العراقي كما نريد أن يعترفوا بحقوقنا. نحن كنا مصدر أمن وسلام وأمان لكل العراقيين، سواء في ثورة أيلول على مدار سنوات الحرب مع الحكومة، أقول الحكومة العراقية وليس الشعب العربي في العراق. في كل هذه الفترات كردستان كان ملاذا آمنا لكل الأحرار، لكل الذين كانوا يطاردهم الأنظمة الرجعية والديكتاتورية في العراق. وبعد 2003 كردستان أصبح ملجأ ومركزا آمنا يستقبل الإخوة الشيعة، الإخوة السنة، الإخوة اليزيديين الفارين من بطش داعش، والإخوة الكريستيان أو الكلدو آشوريين. فكردستان موطن آمن. فنستطيع القول في كل السنين الذي كان لنا مباحثات مع الأنظمة العراقية كان الوضع آمن في العراق وفي كردستان وعلى الحدود، نحن مصدر أمن وسلام. وبعد 2003 لم يحدث مشاكل بين حكومة كردستان وحكومة بغداد، حروب، قتال، وهذا شرف لنا ولهم، وأصبحنا عامل خير وسلام حتى للدول المجاورة. لكن مع الأسف هنالك دول لها مشاكل داخلية مع الأكراد الساكنين في تلك الدول، كردستان تركيا، كردستان إيران، كردستان سوريا، هم لم يقدموا الحل الديمقراطي السلمي الصحيح، فلهذا يشعرون بالقلق من تدهور حكومة إقليم كردستان، من تدهور إقليم كردستان. نحن نقول كردستان لم يشكل في الماضي خطرا على دول المنطقة ولا على الحكومة الاتحادية والشعب العربي في العراق والشعوب الفارسية والتركية والعربية في المنطقة. نحن إخوة سكننا في هذه المناطق من آلاف السنين، لكن لنا حقوقنا ولهم حقوقهم. نحن لنا واجبات أمام العراق، أمام الحكومة الاتحادية، نحن نؤدي واجباتنا حسب القانون والدستور، ونطالب الحكومة العراقية أن تعطينا حسب الدستور ما لنا عليه. فكردستان منطقة دستورية، منطقة أغلبيتها كردية، لكن نحن عندما لجأنا إلى تأسيس العراق الجديد على أساس الفيدرالية والديمقراطية والاتحادية والتعددية، نحن كنا سند لوحدة العراق، لتقوية العراق، لكن مع الأسف هم لم يعترفوا بحقوقنا ولم يعطونا ما لنا في الدستور. سياسة إقليم كردستان أو سياسة حكومة إقليم كردستان والسياسة في إقليم كردستان هي أن يمنحونا حقوقنا الدستورية والقانونية، ونريد أن نحصل على تلك الحقوق عن طريق الحوار الجاد، الحوار الوطني، الحوار الأخوي، الحوار السلمي. فنحن مع الحوار مع الحكومة الاتحادية، ونطالب بكافة حقوقنا حسب ما ورد في الدستور. بالحديث أيضا عن هذا الموضوع يهمنا أيضا أن نتحدث أنه في الامتحان الدولي للمحاربة والمجابهة أمام أعتى قوة تاريخية في يعني بشاعة التطرف، الحالة الراديكالية المزروعة في المنطقة عبر شكل داعش الإرهابي، هؤلاء يعني الذين جيء بهم من كل حضب وصوب وهم متطرفون، كان الكردستانيون رقما صعبا دوما في أن يكونوا الخط الأول وأصحاب أول انتصار حقيقي على الأرض عسكريا ومعنويا على هذا التنظيم العالمي العابر للحدود. يعني ووجود كردستان في مؤتمر منشن الدولي للأمن الدولي بجانب كل الدول ذوات الوحدات الإدارية الدولية المستقلة، كردستان رقم من بين تلك الأرقام الدولية. كيف تنظر إلى هذه القراءة الدولية بوجه المتغيرات الأمنية والسياسية في المنطقة لكردستان؟ كل ما ذكرته جنابك هذا واقع نشوفه على الأرض على مدار السنين. وهذه داعش أنا
أقول كل مرة لعبة استخباراتية إقليمية ساهمت في نشأتها وتوجيهها دول إقليمية ودول عظمى في العالم توجهها حسب مصالحها. والبيشمركة والمقاتل الأكراد كسروا شوكة داعش إيمانا منهم لأنهم يمثلون إرهاب، فكر إرهابي متطرف، فكر ديني متطرف، يضر مصالح الشعب العراقي كافة، يضر مصالح مكونات الشعب العراقي وخاصة الشعب الكردي والشعب الكردي اليزيدي. فلذلك نحن حاربنا داعش بكل ما أوتينا من قوة وكسرنا شوكة داعش وأمننا مناطقنا وساعدنا الجيش العراقي في تحرير مناطق كثيرة من العراق وخاصة نينوى وحمينا كبيشمركة كردستان وكقيادة سياسية وحكومة إقليم كردستان كركوك، لم ندع كركوك تسقط بيد داعش كما سقطت المدن الأخرى. هذه كل أفضل وترجع للبيشمركة ولحكومة إقليم كردستان وللقادة السياسية. لكن ظهر الإرهاب في مناطق عديدة بعد ذلك. عفوا مع ذلك لم تساعد الحكومة العراقية حكومة كردستان بأي شيء في حرب ضد داعش، ومنعت الحكومات الأوروبية وقوات التحالف من تأمين المستلزمات العسكرية المطلوبة لمحاربة داعش. نحن حاربنا داعش بمبدأ قوي وحاربنا داعش بأسلحة كلاسيكية قديمة، لكن مع ذلك استطعنا إيقاف داعش وكسر شوكة داعش. عفوا سؤالك، هل كان في مصلحة العراق أن يظل البيشمركة بوجه داعش بدون سلاح؟ هل هكذا يعني تبنى الشراكة في الأوطان برأيك؟ أكبر مشكلة في العراق هو أنه المناطق الحدودية بين إقليم كردستان والحكومة الاتحادية بعد 16 أكتوبر 2017 أصبح فراغا أمنيا وعسكريا، وداعش تتجول في هذه المناطق ولها نشاطات كثيرة في هذه المناطق. الحكومة العراقية لا تدع رجوع البيشمركة والتنسيق مع القوات العراقية في هذه المناطق، وداعش تستغل هذه الفرص وهذا التباعد بين البيشمركة وقوات الجيش العراقي، فتقوم بعمليات مع الأسف عمليات قوية وتقتل الأبرياء وتقتل الشرطة وتقتل العسكريين والمدنيين. هل هؤلاء أحسن ضريبة؟ حتماً ضريبة. فعلا ضريبة. أحسن حل لحلحلة المشاكل ومطاردة داعش في هذه المناطق هي التنسيق الأمني بين قوات البيشمركة والأساش الكردستاني مع القوات العراقية والشرطة الاتحادية في هذه المناطق. بالحديث عن واقع مدينة كركوك، أنت الآن وصفت أستاذ دجوار فائق وأنت أكثر من غيرك بامتياز كركوكي، تعرف كل التفاصيل في هذه المدينة. يعني الاهتمام بهذه المدينة في ثورة الكردستانيين التحرورية دوما وفي اتفاقية آذار 11 من آذار، مرة أخرى هذه المدينة يصمم الكردستانيون على الرجوع إلى الحوار وإلى الاستفتاء فيها وإلى كل البنود الدستورية، وهي ثبتت أيضا حتى في عام 70. أولا أشكرك، أنا من كركوك وكركوك مدينة عراقية بهوية كردستانية، معناه أغلبية سكان كركوك هم من الكرد. هنالك وثائق تاريخية قديمة، خرائط وإحصاءات أجرتها الاستعمار الإنجليزي، الاستعمار العثماني والحكومة العثمانية التي حكمت المنطقة أكثر من 14 عام وحتى الحكومات العراقية في الزمن الملكي، تثبت كردستانية كركوك، تثبت أن كركوك فيها أغلبية كردية. لكن مع ذلك نحن اتفقنا مع الحكومة الاتحادية، مع إخواننا في الشيعة والسنة في بغداد، مع الساسة، أنه نحن نريد إرجاع كركوك والمناطق المسمى بالمتنازعة إلى إقليم كردستان حسب القانون وحسب الدستور وحسب المادة 140 الدستورية. ماذا تعني المادة 140 الدستورية؟ أولا تعني التطبيع، أن يرجع كل كركوكلي، كل مواطن من هذه المناطق من بدر وجسان إلى شنقار وزمار إلى مناطقهم من الذين طردوا من هذه المناطق، سواء كانوا عربا أو تركمانا أو كردا أو كلدو آثوري.
هذه ليست طابو على الكرد فقط، هذا للجميع، لكل عراقي من هاي المكونات. ثانيا إجراء إحصاء عام، هذا الإحصاء يكون بناء على إحصاء عام 57، كل إنسان في هذه المناطق له سجل عام 57 فهو من هذه المنطقة، إذا كان عربيا تركمانيا كلدواثريا كرديا هو في هذه المنطقة. ثانيا إقامة استفتاء، هل تريدون أن ترجع هذه المناطق إلى إقليم كردستان أو تبقى مع الحكومة الاتحادية؟ فليأتوا يصوتوا، إذا كان العرب والتركمان حتى الأكراد يريدون أن يبقون مع الحكومة الاتحادية لا مانع لدينا، وإذا كانوا يريدون أن يرجعوا بهذه المناطق إلى إقليم كردستان حسنا، فسوف نرى هذه المناطق تتقدم وتتطور وتصبح كسليمانية كأربيل كدهوك من الناحية الأمنية من الناحية الاقتصادية من الناحية العمرانية من الناحية التجارية. هل هذا يضر العراق؟ هل هذا يضر المكونات الأخرى غير الكردية؟ طبعا لا، نحن لم نطالب الانفصال، المادة 140 ليس انفصالا، الفيدرالية ليس انفصالا، نحن ندعو الحكومة العراقية وإخواننا في التركماني والعربي والكلدو آثورين تعالوا نطبق المادة 140 فستحصلون على مناصب سيادية في برلمان كردستان في حكومة إقليم كردستان وفي كل مؤسسات كردستان، وستكون شركاء معنا كما كنا شركاء على هذا الأرض منذ آلاف السنين. هذه ليست هدية للكرد وإنما مادة دستورية قانونية لحل معضلة تاريخية. من يريد الانفصال؟ الذي يريد الانفصال عن الشراكة مع الشقيق الكردي في الوطن، أم الذي يطالب بالحوار والجلوس مع الآخر والطاولة التي تسع الجميع الدائرية هذه؟ يعني من هو الذي أساء واقعيا لتأريخ البلد ككل كعراقيين ولم ينفع لا البصرة ولا بغداد ولا نفع محافظات عراقية تعيش تحت خط الفقر الأحمر كالسماوة الآن بكل المعايير الدولية، والخط مرعب للعراقيين في الفقر مع الأسف. يعني العودة إلى الشراكة، النكوث بالوعود والاتفاقيات، هل هذا شيء مخيف في العراق دوما في التاريخ العراقي؟ الذي يريد الانفصال هو الذي لا يطبق الدستور ولا يطبق المادة 140 ولا يعترف بالفيدرالية ولا يعترف بتوزيع السلطات والصلاحيات، والذي يهضم حقوق الشعب الكردي والمكونات الأخرى، والذي يفرق بين مكون وآخر، هذا الذي يريد الانفصال، يريد تجزئة العراق. ما الذي دفعنا إلى الفيدرالية؟ ما الذي دفعنا إلى الحكم الذاتي؟ لماذا ثورة أيلول عندما هضمت الحكومات العراقية من ملكية إلى جمهورية زمن عبد الكريم قاسم قمنا بالثورة، الثورة دفاعا عن أرضنا ومطالبة بحقوقنا وحتى بحقوق العراقيين، لأن شعار الثورة كانت الديمقراطية للعراق والحكم الذاتي لكردستان. الذي لم يعطينا ولم يمنحنا ولم يعترف بحقوقنا بالحكم الذاتي عام 70 هو الذي دفعنا إلى الفيدرالية، نحن تبنينا الفيدرالية. ومن الذي يجعلنا أو يشجعنا أو يهدينا أم يجبرنا أن نختار الانفصال؟ هم الذين لا يعترفون بالفيدرالية والديمقراطية والاتحادية والدستور والشراكة. نحن ككرد نريد عراقا اتحاديا دستوريا فيدراليا تنحل المشاكل العالقة بين إقليم كردستان والمركز عن طريق الحوار والديالوج وحسب الدستور والقوانين ورجوع هذه المناطق إلى إقليم كردستان، ولا نريد الانفصال. لكن إذا ما لم يطبق هذا الدستور، نحن الآن مضى على الدستور أكثر من 17 سنة، إلى متى ننتظر؟ إما تعالوا لنتعاون لنتفق على تطبيق الدستور ومنح كل المكونات حقوقهم، أو ساعدونا لكي لن ننفصل ونكون جارين جيدين مسالمين. المشكلة العراق بداية تأسى على أساس الخطأ. قبل 1921 لم تكن هنالك دولة عراقية، كانت هنالك ثلاث ولايات، ولاية الموصل شمال العراق أغلبية كردية أي كردستان الآن، ولاية بغداد أغلبية سنية، وولاية الموصل أغلبية شيعية. عندما تأسست الدولة العراقية من دمج هذه الولايات كان الأولى أن يؤسس الدولة العراقية على أساس الفيدرالية، عند ذاك العراق كان مكون من ثلاث ولايات،
فلا مانع لديهم في تلك الوقت، لأنه هم ولايات يجمعون هذه ولايات حكومة اتحادية. والأحسن من ذلك لو تأسس العراق على أساس الكونفدرالية، دولة ولايات الموصل، دولة ولايات بغداد، دولة ولايات البصرة، مجتمعة في دولة اتحادية عراقية كونفدرالية، ما كانت تحصل هالمشاكل اللي حصلت منذ 100 عام. وأغلب الدول الناجحة هي بهكذا اتحادات اليوم. الفدرالية والكونفدرالية تعطي القوة للشعوب وللدول المتحدة اقتصاديا وسياسيا وأمنيا ومن كل النواحي. لكن مع الأسف الطرف الآخر لا يعترف بالديمقراطية والفدرالية والدستور إلى آخره. لماذا؟ جان زاك روسو يقول الديمقراطية ترتبط ارتباطا وثيقا بحضارة وثقافة الشعوب. نحن الآن في العراق تحت تأثيرات المركزية والديكتاتورية والفكر المتشدد القومي والفكر المتشدد الديني والفكر المتشدد المذهبي. لا نعترف بالديمقراطية، لا نعترف بتوزيع السلطات والصلاحيات. المؤرخ الكبير الفرنسي جان جاك روسو، يعني أنت تحدثت عن جانبه في الربط بين الحالة الاجتماعية والسياسية. الرئيس بارزاني يذهب إلى الكثير من الاهتمام بتوحيد الداخل العراقي وأن يصفى الداخل العراقي، حتى في رسالته اليوم بمناسبة آذار أكد على التسامح وأنه المطلب الكردستاني رغم انتهاك النظام العراقي وعلى مدى تاريخه للاتفاقية، بنص رسالة الرئيس بارزاني يد الأمل ويد التعاون مع العراقيين ممدد دوما كردستانيا. السيد مسعود بارزاني تفول ساعده في ساحات الوغى والحروب والمشاكل، فهو أصبح خبيرا استراتيجيا سياسيا وعسكريا وأمنيا. تجارب السابقة في العراق وتحليلاته لوضع الحكومات المتجاورة في العراق والنظام الدولي يعني جعله يدرك الكثير ويعرف أين هي الحلول. فهو يريد الخير للعراق كدولة ولكافة مكونات الشعب العراقي. قال بصراحة: تعالوا لنتفق على الفيدرالية، تعالوا لنتفق على تطبيق الدستور، نحن إخوان، هذا قدرنا أن نعيش سوية. فهو يعرف مكامن الخطر ويعرف الطرق إلى حل المشاكل. في كل مرة نفتخر بذلك. السيد مسعود بارزاني يكون عام الخير لأجل مساعدة كل الأطراف المتناحرة المتباينة في العراق لأجل الجلوس على مائدة المفاوضات وولادة أو تشكيل الحكومة العراقية. وهذه في المرة الأخيرة يلعب نفس الدور. نحن بهذه المناسبة نطالب شركائنا في بغداد من الساسة غير الكرد من الشيعة والسنة أن يتفاهموا مع البارزاني، أن يتفاهموا مع حكومة إقليم كردستان. مطالبنا ليست بالكثيرة، واقتراحاتنا لحلحلة المشاكل والجلوس لمائدة المفاوضات. العراق فيه خيرات كثيرة. لو تأسس في العراق حكومة مدنية ديمقراطية تمثل مصالح مكونات الشعب العراقي وتمثل مصالح كافة مكونات الشعب العراقي، لأصبح العراق دولة قوية وغنية في المنطقة، ولأصبح الشعب العراقي بكافة أطيافه من أسعد الشعوب في المنطقة، لأن هنالك خيرات كثيرة في العراق. مع كلمة مرجعية الكرد الاسم السياسي الأبرز في الشرق الأوسط ومن الأقدم إن لم يكن هو أقدمهم أصلا، الرئيس مسعود بارزاني، هذه الكلمات مهمة جدا. لكن دعنا أستاذ جوار فائق تبقى معنا في الاستوديو، وهناك أيضا انتقالة إلى قلب أربيل حيث قلعة أربيل، ومن هناك ننتقل بكم أعزائنا المشاهدين إلى الطرف من الاحتفالية الخاصة لمحافظة أربيل بالتعاون مع الثقافة والفنون في أربيل، حيث يتم الآن البدء والشروع بنقل الاحتفالية الخاصة الكردستانية لجميع الكردستانيين والضيوف
من كل المحافظات من وسط والجنوب العراقي ومن خارج إقليم كردستان والعراق الذين حضروا لهذه الاحتفالية الكردستانية بلون نوروزي، إذ محافظ أربيل يتوسط الجماهير كما نشاهد وإياكم مشاهدينا الكرام هذا الحضور الجماهيري الذي ينم عن تعاضد الكل وكل الألوان حاضرة بصيغة كردستانية وبنفس ملؤه الحضارة. هذه الصور تأتي ابتهاجا بالذكرى 52 أيضا. الحفل يبتهج باحتفاليات في قلب أربيل عاصمة إقليم كردستان في الذكرى 52 على مرور اتفاقية 11 من آذار، إذ تبدأ هذه بالعديد من المراسيم الخاصة منها الاحتفال بأعمال ولوحات فنية تكون معروضة على المسرح في ظل قلعة أربيل في هذا الوقت من مساء العاصمة أربيل. مشاهدينا الكرام في جو ربيعي غائم جزئيا يبدو، لكنه ابتهاج كلي، إذ الكل من الفعاليات الكردستانية الإدارية الحكومية تبدأ الطقوس النوروزية الأيام الوطنية بامتياز للكردستانيين بإعلان التحضير لها عبر هذه الساعة ومنذ 11 من آذار ومساء هذا اليوم. قبل 52 عاما كان هناك اعتراف رسمي ودولي بعمل الكردستانيين والمنافحة من أجل تحقيق المطالب لكل الشعوب وللشعب الكردستاني بكل الأطياف بكل الألوان في كردستان وفي العراق، كما كان الحديث أيضا مع ضيفنا في الاستوديو عن المطلب الكردستاني لقيادة الثورة قيادة البرزاني الخالد والمهندسين للثورة الراحل إدريس برزاني والرئيس مسعود برزاني الذين عملوا وصمموا على الديمقراطية للعراق والحكم لإقليم كردستان ذاتيا وبحالة ديمقراطية اتحادية فيدرالية مطلوبة الآن في الدستور العراقي الذي وصل إليه بعد 2003 وسقوط النظام السابق و2005 عندما خطت المسودة الدستورية وانتخب العراقيون كلمة نعم لاستفتائهم على الدستور بأكثر من 80% في كل العراق ليكون أول دستور عراقي يحظى بهذه القوة الشعبية اليوم. لكن الكردستانيون يمدون يد الأمل يد العون للكل من الإخوة الشركاء في الوطن أملا في أن ينظروا بذات النظرة وأن يروا الآخر كما يراهم. مشاهدينا الكرام الجماهير الكردستانية كما تشاهدون وإياي الآن مبتهجون وحاضرون بأزيائهم التقليدية. محافظ أربيل عاصمة إقليم كردستان من بين الحضور أيضا وشخصيات حزبية من الأحزاب الكردستانية منهم الديمقراطي الكردستاني والدوائر والفعاليات الوطنية والهيئات الكردستانية والعراقية أيضا تحضر في هذا اليوم ابتهاجا بهذه المناسبة. نستمع وإياكم إلى جزء من النقل الحي عبر شاشة زاغروس في يوم تأسيس هذه المحطة. هنری هولیر انجام میدادد لمروال لیازدی آذار بسندی اليوم فصاعدا 11 من آذار يتم بحسب البيان لدائرة الثقافة والفنون في إقليم كردستان تبدأ الانطلاقات الفعلية لأعياد نوروز الوطنية في إقليم كردستان في الذكرى 11 في ذكرى اتفاقية 11 من آذار والتي أعطت التوثيق للتضحيات والصمود الكردستاني بيد البواسل البيشمركة. إنها الإرادة الماجدة التي ترفع بارقها عالية بين المواطنين الكردستانيين.
مشاهدينا الكرام نعود وإياكم، لكن ريثما نختم مع ضيفنا في الاستوديو الأستاذ دجوار فائق. أستاذ دجوار، الكردستانيون اليوم وهم يستمعون إلى النشيد الوطني الكردستاني، إذعان بابتداء الاحتفالات الكردستانية بقبول الآخر، بخطوات نحو الإنسانية، نحو الحضارة، نحو الحس الكردستاني والحالة الديمقراطية المرادة المطلوبة كردستانيا، كيف هي كلمتك الأخيرة لنا؟ نهج البارزاني أن كردستان كان وسيبقى مركزا للتسامح الديني والمذهبي والقومي. نحن مع التعايش السلمي، نحن مع الحوار والديالوج والتفاهم مع الحكومة العراقية لحل المشاكل الموجودة بيننا، وهذه المشاكل لو رجعنا للقانون والدستور يمكن حلها بشكل سهل، أولا عن طريق منع التدخلات الخارجية، ثانيا عن طريق الانفتاح السياسي الأخوي السلمي بين جميع المكونات وخاصة القوى المتنفذة في بغداد. وبهذه المناسبة أنا أحيي الشعب العراقي كافة والشعب الكردي وبقية المكونات الشعب الكردستاني بمناسبة 11 آذار، بمناسبة أعياد آذار وأعياد نوروز والانتفاضة الربيعية المجيدة في كردستان، ونتمنى أن تنحل المشاكل في العراق وتتشكل حكومة وطنية تمثل جميع المكونات، وتنحل مشاكل إقليم كردستان مع المركز، ويعم الأمن والأمان والاستقرار والبهجة والسرور كافة أنحاء العراق على أساس الاتحاد الاختياري العراقي الاتحاد التعادلي الدستوري. شكرا لكم لهذه الاستضافة. شكرا جزيلا. وكان يصادف أيضا الانطلاقة وإيقاد الشمعة الخامسة لانطلاق زاغروس، والتي كنت دوما فيها حاضرا بأرائكم التي تدعم الحالة التحرورية للشعوب وللكردستانيين أيضا. شكرا جزيلا. مبروك لزاغروس ولكوادر زاغروس، شكرا لكم. إن شاء الله هذه القناة تكون جسر معبر لكي نفاتح الشارع العراقي وبقية مكونات الشعب العراقي من غير الكرد، أنه نتعاون ونتكاتف من أجل بناء عراقي ديمقراطي، عراقي جديد، عراقي اتحادي فيدرالي، عراق للكل. باسم القائمين على زاغروس من مشرفين وإداريين وكل الكوادر، تحية وشكر لكم الأستاذ جوار فائق المستشار الأسبق لرئاسة كردستان إقليم كردستان. شكرا جزيلا. شكرا. وتضيفا كريما. شكرا. مشاهدينا الكرام، هذه عودة وإياكم إلى نقل الاحتفالية الكردستانية، ونترككم مع أبرز الفقرات الحية من قلب أربيل العاصمة وفي ظلال قلعتها الشامخة، القلعة العريقة، قلعة أربائلو أربيل، عاصمة إقليم كردستان، هولير التي يتغنى بها الجميع. Yeah.
Thank you.
مشاهدينا الكرام، الأجواء في أربيل عاصمة أقليم كردستان تعطي الواقعية هناك، إذ الأمطار التي تهطل أمطار خير في الربيع الكردستاني مع انتفاضة الخير في أربيل عاصمة أقليم كردستان. وهنا الإعلان الرسمي لفقرات الحفل الجماهيري الذي تقيمه بعنوان الحرية ونوروز محافظة أربيل بالتعاون مع مديرية الثقافة والفنون في أربيل عاصمة أقليم كردستان. المهرجان الثاني عشر هذه السنة، إنها اللحظات الأكثر أهمية وأكثر احتفالية والأجواء الكرنفالية التي تصاحب كل الفقرات لهذه الإعلانات للاحتفالات الأخيرة الكردستانية التي تأتي حتى 20 من شهر آذار مارس، وذلك ليختم بأعياد نوروز التي تبدأ في 21 من هذا الشهر، العيد الوطني للكردستانيين أينما كانوا. مشاهدينا الكرام، الأجواء الماطرة لم تكن حائلا دون التواجد الجماهيري الغفير الذي نراه وإياكم الآن في الشاشة، وكردستان الفضائية تنقل لكم وزاغروس نقلا مباشرا في هذه الساعة الأجواء هناك. المهرجان المراسم فيها بدأت بكلمات لمحافظة أربيل والشروع بانطلاق هذه الكرنفالات الشعبية الجماهيرية الفنية وسط أربيل عاصمة أقليم كردستان وفي جوار القلعة وسط مركز المدينة. إنه يبدأ هذا العام الحفل بوضع حجر الأساس لتمثال الشهيدة خجباوة والكثير من الأعمال الفنية، أوبراتات أطفال يستذكر فيه الطفولة، الجمال الحاضر، وهناك أيام مخصصة للأعمال الفنية في بارك شاندر في أربيل عاصمة أقليم كردستان، ومعارض فنية واحتفالات ومعارض موسيقية، وهناك أوبريت غنائي أيضا. مشاهدينا الكرام، الفرق الجماهيرية الكردستانية ومن خارج كردستان أيضا حاضرة الآن، اللوحات الفنية الشعبية، الفنون المختلفة ستكون حاضرة، تحتفل جميعا بالحادي عشر من آذار، تحتفل جميعا بأيام إقليم كردستان التي تسع الجميع وتفتح الذراعين لكل الحاضرين. هذه الكلمة لمحافظ أربيل الحاضر هنا وسط الجماهير الأربيلية. محافظ أربيل هنا الذي أعلن في مؤتمر صحفي قبل يومين عن الحضور الجماهيري المرحب به في أربيل عاصمة أقليم كردستان. اللجنة الخاصة باستقبال الوفود، اللجنة العليا للفيستفال الحفل المهرجاني، مسعود كارش، فرهنج غفور، نبز عبد الحميد، وإسماعيل ميان خان، وخالد عباس، وهيوة سعاد، أبرز هذه الأسماء. أيضا هناك أيضا لجنة فنية عدته أربيل في إقليم كردستان، أيضا تألفت من الأسماء البارزة سيد أحمد والشاعر عبد الواحد، زيرك حمد، وقران حسين، وشخوان مصطفى. محافظ أربيل يتكلم هذه اللحظة إلى جماهير أربيل العاصمة. لذياتي قصة كردن بوريز قرتن لخلشيها، علينا أن نحترم الحاضرين جميعا. هذا الحضور أنتم تجشمتم فيه العناء رغم الأمطار، حضرتم لأجل عيون أربيل. بيشمرقة الجبهة الكردستانية، أبناء أربيل، أهنجا كمان بردوام دبي
إبراهيم حكيم هذا المصور البيشمرجة الكردستاني المناضل الذي صور التفاصيل في انتفاضة أربيل عام 1991 بعدسة كاميرته. الاحتفاء بالسيد حكيم هنا سيد إبراهيم حكيم وتكريم من قبل محافظ أربيل أميد خوشناو للفن والكاميرا والعدسات التي نقلت الواقع وأصلت لهذا الواقع الكردستاني. إنها حالة التحرر ورفض الظلم. يتكلم إبراهيم حكيم المصور العريق الكردستاني الذي نقل انتفاضة أربيل الكردستانيين هناك عام 91 بكاميرته عاما بعد عام في 11 من آذار. أبدأ ودموعي تنهمر، أنا كشخص لا علاقة لي بأحد، أريد دولة لي وحضارة. اتحدوا اتحدوا. الكردستانيون يحتاجون إلى الاتحاد والتواصل ورفض التقوقع المقيت. كونوا على نهج البارزاني الخالد القائد مصطفى البارزاني، ابقوا ثابتين على نهجه. هكذا كان المصور الكردستاني العريق الأربيلي إبراهيم حكيم قد بعث بهذه الكلمات إلى محبيه وأهله من المواطنين الكردستانيين الأربيليين وأينما كانوا. هناك أيضا الكثير من المفردات الفنية التي ستكون حاضرة اليوم، فرق للفنون الشعبية. إن الأربيليين حاضرون هنا، الأمطار تنهمر، أمطار الخير في يوم الخير بالنسبة للأربيليين، اليوم الذي عاد فيه المواطن الأربيلي إلى كلمة الحق ليعلنها من دون خوف من أعتى جبروت، ولم ترعبه أسلحة ونير الظلم والعدوان والقمع و الرفض لصوته الحر الذي يتوق إلى الحرية دوما ويساعد من يتوق إليه. لذا كانت أربيل اليوم الملاذ الآمن الكردستاني لكل العراقيين. مشاهدينا الكرام، هناك أيضا مع هذا الحفل أيضا الذي تدأ الآن وشرع الحفل فعليا بلوحات فنية لعروض الفرق الشعبية الجماهيرية.
بدر ميدان زنيك ودام بدنيا كردستاني خوما لكاشي قول من بخال وخطا امان زنيك ودام بدنيا كردستاني خوما لكاشي قول من بخال وخطا اوي دو كتوالا وشا عاري بخواب في غبر عزتي حمولتا اول ساي خواب حكومتي ربي كردستان بخواي اولي البوايا
مثلين ليغر اللي من لوت صادك من لوت صادك بس بانجانك ريتش يابيه سي بانغو صلاي خوي غورشي بسردا هاتون ويجي همولع قبول بي برزان زور سباسي تي بي نتوي هنر ملي كان هولير دكم كتابلوي هولير يان پيشكش كردين زور سباس رنگي چيتر يان باويس والكه اورومان بخشي برزان فستیوال کمان برداوما بگومان اویش بابش دارکنی کوملک هنرمندی شاری قلاو منارا بسر پرشتی زور برز هنرمند سید احمد روانزی میوزیک جنانو برایو براتی هنرکانی میوزیک پیکولی را برداوام دبین یک بیکا بانگهشتی هنرمندکان مندکین بمین نوا فیستیوالا و اهنگا کمان برداواما لیادی ادارو نوروز استاش اگر تیپی
جرام عفوا. برزان تاوكو ميوزيك جنان من امادة دبن من پروگرامي امتصند روجي ادار و نوروستان پیدالهم. امرو كروجي هيني بو يازده سي داناني بردي بناغي پیکري شهيد خدباوا. هر وحال همان روش پیشنگای کتیب دزگای چاپ بو بلاوکنوی روشالات به هاوانگی لگل ناوندی آوی رو کتیب خانه حاجی قادری کوی. برزان روشی شما دوازده سه سردانی پارزگه هولی رو سردم یک اداری کن با مزاری نمران دکرید. روزی یک شنبه سیزده سکر نوی پیشنگای کار دستکان للاین کومالای تلاسیمیای هولیر. روزی دوشنبه کر نوی پیشنگای مندالان و پیشکش کردنی اپریتی مندالان للاین برای اوبراتی قطابخانکانی هولیر و هروها کر نوی پیشنگای گل للاین برای اوبراتی اندازه پارکو باختکان. روزی سه شنبه پازده سه کرنوی پیشنگای خوشنوسی رنگو پیکاوژیان شوین پارچی شهر. برزان روزی سه شنبه پازده سه اواری مقامو بسته هولیر للاین تیپی قلاو منارا شوین سر قلای هولیر کاجمیر چارو سی خولکی اوارا. روزی چوارشنبه شازده سه نمایش کردنی شانوی سرشقام للاین برای براتری هنری شانوی هولیر لیادی حلبزی شهید و هر وحا پیشکش کردنی سروتیک للاین گروپی ارتیمی هولیر پینچ خلق وستان بگیان که پاکی شهیدن. روزی هفده سه کدکات روزی پینشنبه ماراسونی کتان بردوام دبه شوین پارچی شانه در کاجمیر دوسی خلکی بیانی. هر لهمان روش فیستیوالی مندالان للاین برای براتی چالکی قطاب خانکان و برای براتی روشنبیری مندالان برای ودتی. روزی هینی که دکتا هجده ما کرنوی پیشنگه فوتوگرافی هولیر لدیدی منده فوتوگرافر زمالیات شوین پاکی شهر کاجمیر دی بیانی. هر لهمان روش اواری بستو حیران شوین قلعه هولیر کاجمیر چاری اوارا. و روزی شما نوزده سه کرنوی پیشنگای هویکانی فرکرنو کاری دستی ماموستایانی باقصه مندالان للاین پرورده دشی هولیر. روزی بیستی من که وکو امرو آهنگی که گوره سازدکین لپارکی شانه در هیوادارم اوکاتی جلوی بتن بین موا هولیر و هولیر یکان. استاش اگر گروپی موزیک آماده بین دست پیدکین بفرمون. برزان ببرن جماعت برزان دو مندال ون بونات کایا هر کسی که دیان بین تو بیان هین تلای جماعتی ملای سیج سپاسان دکم دو مندال ون بونا. برزان استاج لگل امتی پا جوانا داوا لهنرمندی گورو دیرینی شاری هولیر عرب عثمان دکان بفرمه و سر سیج تکای با سبلکانتان بو عرب عثمان. Oh,
الو تكبير خالي قردني بين الليل بذوان سيدنا خالي
دنگت او دنگت هر ساق بی ما مستا استا تپلکان تان لو هنرمندی گورا عرب عثمان زور کما با او رو او اهنگا لبونگویا یعنی حقا زور زور اکتیف بن با تپلکان تان هر هنرمند دگده تر سر ستیج لو خاطرین گولی ریا و استاش دعوه لهنرمندی دنگ ناسک محمد عزیز دکین بفرموه با پیشکش کردنی او گورانیه شريم بم هند تالم
خويران اگر مردم با گور حکم لسر خلاد بي با شري قبران هشم پر ببالاي مناري برزي چوني بي برزي چوني بي كناود هولير كناود هولير بروابك تجد تناولا شو دستم هتا ماوام هتا ماوام بقرباني او هولير خوش ويستم الو
زور سپاس بو هنرمندی دنگ خوش محمد عزیز استاج دعوه له هنرمندی گورا قادر اسعد دکم بفرمویت تپلکان تان بو هنرمندی گورا قادر اسعد بفرمو چو روش میره چی ناسک بو ناسک بو چو روش میره چی ناسک بو ناسک بو چو روش میره چی ناسک بو یکم جوانی منو توی نخشان تمیزی چی جی کلبو جی کلبو یکم ناسینی منو توی بیگیان تپرداغی چی نخشی مو یکم ماتی هر دکمانی بیگیان او پنزانه تن گرم بون تن نرم بون او پنزانه تن گرم بون تن گرم بون که گریه بندی رو جینی و ای عشقی امی پی مور کرا طولات یچی رومانسی بو رومانسی بو طولات یچی لندرا عاشق وي عاشق
الدنيا قرا عاشق وي عاشق خلق قرا يستواك جارا وفنا ما ووكود زارا وفنا ما سهر ديني دستي روش قلبي بس سهر ديني دستي روش قلبي عاشق وي عاشق دنيا قرا عاشق وي عاشق خلق قرا وفانا ما